تليفون الشاشة. هذه بالنسبة حق الأيام الماضية، إحنا سوينا اللي هو شو اسمها هذه؟ اسمها النشرة. حلو؟ هذه نشرة حق المركز، سويناها طبعاً عن طريق اللي هي مؤسسة حق التصميم، صممت لنا هذه اللي هو الملف الجميل حق النشرة. واضح؟ هذه الصور هي صور حقيقية موجودة عندنا في المركز، هذا البنت فعليا نحن ندربها، وهذا إحدى الأخصائيات الموجودة عندنا في المركز هي ندربها، فقمنا بتصويرها وسويناها بهذا الشكل. واضح؟ المطلوب زين إن إحنا نسوي نفس الفكرة تقريبا، زين، شيء اسمه مبادرة. حلو، شنو هذه المبادرة؟ المبادرة إذا رحنا هني، طبعا أنتم كلكم الحين عندكم الأذونات، ما أدري إذا دخلتها أو لا، زين، المبادرة إن إحنا شو نسوي؟ إن إحنا نسوي نفس الملف هذا عن طريق كانفا، نتعاون كلنا ويا بعض، حلو؟ ونسوي نفس الفكرة ذيك أو نفس التصميم ذا، بس على هذه الأشياء الموجودة هنا. واضح؟ كعينة من المبادرة، زين، هل أحد سوى قبل المبادرة؟ نعم موجود، حطيت لكم عينة في التعليقات، إذا جيتوا هنا على التعليقات في الملف، زين، راح تلاحظون هذا الرابط، إذا ضغطت على هذا الرابط راح تطلع لكم عينة من المبادرة، زين، فممكن نمشي هذا على هذه العينة. يعني لو تلاحظون هني دليل المبادرات الاصدار رقم ماري شنو، يعني المفروض نحن نحط اصدار معناته. جميل، ايضا اللي هو نحط شعار المركز ونحط صورة، زين، حق اي شيء. بعدها الفهرسة، زين، يجب ان يكون في فهرسة في المبادرة، بس احنا راح نمشي، ما راح نمشي على النقاط اللي هني، راح نمشي على النقاط اللي في هذا الملف. واضح يا شباب يا جماعة؟ طيب خلينا الحين نشوف مدى التعاون أو كيف نقدر نتعاون يا بعض من بعض. هذا طبعا أنا بديت في الصفحة الأولى سويت بهالشكل، أنا ما أعرف إذا هي مرضية، تشوفون إن هي جيدة ولا سيئة، إيش رأيكم؟ بس اللون يمكن شوي يمكن الألوان تحتاج إلى تغيير شوي، صح؟ اي احس بنفسي شوي يا حلو حلو، اقتراحات جيدة. خلينا نجرب الحين، نبقى نضيفكم على اللي هو الملف هذا، أو اللي هو شو اسمه، نتعاون كلنا على هذا المشروع، بس ما أدري إذا في إمكانية. هذا هو هني، أيوه هذا هو هني، نجي هني، يتاح الوصول فقط لكل من تتم إضافته لشخص لديه فقط. في إمكانيتين يعني، ممتاز. يمضي في اما بالايميل او ان عن طريق الرابط. هذه احمد، القالب اللي تستخدمه هو بجاهز صح؟ نعم. القالب اللي استخدمته هنا هو بجاهز؟ لا، هذه جوز تقريبا، بس انا عدلت عليه شوي. وعادي موجود، تقدرين تضيفين المزيد وتقدرين تسوين كل شيء. وهذا الان دعوة إلى فريق العمل، الآن المفروض يجيكم إيميل على ملاصكم، تقدرون من خلاله تدخلون على الملف. راح يكون عبارة عن تعاون بين البعض، نسوي فيه كل شيء، يواجه موقع كامل، يواجه مشكلة، الدعوات يرجع، ما فيكم. نخلي بالرابط إذا أنا فتح عندي فتح عندك؟ جارك إيميل؟ إي جاري. كنت عندكم بنات؟ إي هذا أحمد، وش صورته؟
عدل شيء يا احمد، نشوف اذا يتعدل عندك. خلنا 101 بس، غير الرقم. بس ممتاز، غيرت السيدة. يطلع لي ان انت اللي فيها. ممتاز ممتاز، حيل حلو. ما ادري، اول مرة استخدم بس ممتاز. لا لا، تعاون تعاون على ملف واحد، اول مرة استخدمه حقيقة. لكنه يبدو ممتاز يعني. تقدر بعد تضيف تعليق. ما دخلت بنات، جايكم من بلاد؟ ما جاء، بس هي حق أهل المتوسطات يعني. الحين هي زهراء، ممتاز. خلينا نشوف روان. جربت روان، ممتاز جدا. ولكم نشوف أفكاركم قبل ولا ندخل المعمعة على طول؟ هذه الفهرسة طبعا سويتها أنا، بس ما أدري مرضية ولا مو مرضية. أحس ما مرضية، صح؟ شو رأيك يا زهراء؟ لا من أي ناحية، الألوان ولا شيء ثاني؟ هو الألوان هي نفس الشريحة اللي قبل، بس هم بعد الأزرق مربع أحسن من الألوان، يعني ممكن. مربوطين مع بعض الألوان أكثر شيء. اي طيب، يلا خلينا نختار الوان الان. زين، يعني لأني أنا أحب الألوان فواتح جدا في التصاميم عشان تصير سمادري يعني. خلينا نشوف الالوان. خلينا نختار، وتكون في التصميم القديم او التصميم اللي صمم المصمم اللي في الجروب هذا، اللي انت تشوفون شاشاتي الحين. ايش رايكم فيه؟ حلو. حلو، ها؟ نسوي زي عطا؟ لا لا، دي نشرة، دي هذا النشرة شيء ثاني. مبادرة شيء والنشرة شيء. ما في فهرس النشرة. النشرة عادة تكون زي الكتيب كذي، تنحط على بعض البعض، عرفته؟ فتحة زي كذي، زي الصحيفة. إذا بنسوي نحن فهرس خصنا بدون من أي ترتيب، نخلي مثلا زي الفلو تشارت، شلون؟ يعني لما بس الجدول وفيه الصفحة وفيه العنوان، نخلي مثلا أشكال والأشكال فيهم ممكن نغير القالب كله، ايش رايكم يا بنات؟ يا احمد، هل القوالب من نيلو تلاحظون موجودة؟ ممكن نغير القالب بأكمله. زين، أنا ما بديت أصلا فيه، تقريبا ما خلصت الصفحة الأولى فقط. ومثل ما قالت زهراء، الألوان مو كويسة، صح؟ بصراحة شفت أجاز. فهمتك. هذه القالب، هذا الغالب كويس ولا سيء؟ كويس، ها؟ زوين يعني أفضل من اللبس الجيب، بس يعني كنت لو أحسن منه. يمكن.
في واحد حط لنا صفحة، ضيف صفحة عشان تشوفه. حطيت 11 14 مركز الجوهرة صح؟ شلنا احنا يومي ضيف صفحات بالكامل. يقصد التصميم يعني مو زي بابا. نضيف كل صفحات، أضيف كل صفحات. فيديو، كيف فيديو؟ هاي نقدر نسوي حتى شو اسمه بدي ألف المشكلة. هذا قالب ثاني ذي فيديو تذكرين عنه. 15 انت احمد ايش رايك؟ هل في احصائية مثلا هذا الحين اضافت الروابط؟ انا ما ادري احصائية، مشكلة ما حطينا احصائيات. عن الاحصائيات تجيب الثقة حق حق العميل، بس للاسف يعني ما يهتمون بالتسجيل للأسف. شوية أحلى من غير لون الخلف اللي هو هذا حق يحتاج الفهرسية عليه. اللي فهرسه بس غير لون شوي هذا يصير نظام شوي أحسن حقنا من يكون فاضي الحين. ايه احمد، كأنك رسلت لي امس انك خلصت الفيديو ولا؟ خلصت شنو شو حق صف التعلم؟ ايه لا خلصت شوي المعلومات اللي قاعد اكتبها يمكن من عندي من الصفر. اها فهمت الموضوع كامل، قاعد استنتج اشوف شوي اذا خسرها لا ولا لا لا اوريهم واشوف رواية مع الموضوع المقاطع. الحين الدنيا يعطيها العافية صار الدنيا على المقاطع عليهم والاستهداف بس معطيهم وقتهم على الوقت لهم يشوفون المقاطع. اها أحس حاليا أفضل شيء اللي حطيته وحصلت يعني إنه وصلت. يعني خلاص خلينا نزيل الصفحات كلها ونضيف المقطع. هذا يمكن احتياج لأن هذا هو جوهر كامل في حقيقة يعني كل ما تشوفه تغير مثل ما تبغى تشوفه من أفضل الألوان ترتيب حقه تصميم حقه. خلينا نشوف كل الصفحات يعني هل هي تغطي حاجاتنا ولا لا؟ هل هي تغطي اللي هو أهداف المبادرة أو الخطوات المبادرة؟ تشوفونها بنات قاعد يحطها أحمد من 16 وأنت رايحين، شنو يطلع لي إن روان موجود في 16 صفحة، سهراء موجود في 18. إيش رأيكم بنات؟ هل يناسب حق النقاط الموجودة في المبادرة؟ يناسب ها؟ نبدأ ننقل المحتوى نجرب. خلينا نقرا شنو هو المبادرة الأهداف اللي يبغون نسجل عنها. إيه قراهم قراهم هذا هم الموجودين في هذه. نعطيهم معلومات الفحص حقها. أول شيء تكون صفحة بداية موجود فيه المبادرة. مثل ما حطيت أنا علاج 100 طفل تكون كبيرة.
لان انا الهدف الاساسي من المبادره هو انك تعالج 100 صفر، صح ولا لا؟ زين. من ذوي الاعاقه والاضطرابات النطق واللغه مو مشكله انه يصير صغير، مو مشكله. اوكي؟ لان في الاساس احنا هدف مبادراتنا هو علاج 100 طفل، زين، من ذوي اضطرابات النطق واللغه، مع ما دخلنا فيه اهم شيء زين كلمتين او 3 كلمات، علاج 100 طفل. جميل. ايضا من المهم انكم تحطون له صوره طفل، زين، زيت المساعه، حطينا صوره طفل يا ماما، زين، اللي هي اللي صورناه. ممكن انا نعطيكم الاذن الان على القهوه، على اذا انتم تشوفون شاشاتي الان، زين. احنا التقطنا تقريبا ما يقارب 100 صورة، ولكن اخذنا منهم بعض الصور، ما اخذناهم كلهم يعني، اخذنا افضل الصور حطيناها هني، زين. فممكن ننتقي منهم، نفرق الخلفية من ثم نستخدمها. جميل. خليني اوريكم بعض الامور الان. ممكن نستخدمها، انا ما ادري الصور هذه كويسه ولا ايش رايكم فيها، هل نقدر نستخدمها او لا. خليني اعطيكم الاذن عليها افضل عشان تشوفوا اجهزتكم. الآن عندكم إذن في مشاهدة القهوة الصبح. جميل. لو افترضنا أن احنا نبقي صورة، أي صورة؟ شو رأيك أحمد؟ ممكن يعني ناخذ من هذه الصور. يدينا مثلا محل الصور اللي طيب. يا هذه أو الثانية، إن نحط الشكل، نحط أشكال حولها، شو اسمه، تصير خارجية داخل الصورة، يعني الصورة تصير كخلفية، نحط أشكال، شغل الأشكال الموجودة حولها ونحطها من أصل داخل خليني الصورة. أعطيكم خاصية بس، زين، ممكن نسويها ونشوف أحمد، نشوفها إذا هي جميلة أو مشكلة. نقول ريموف مثلا، ريموف بي جي، أنا علمتكم على هذا الموقع صح؟ أيوة، إزالة الخلفية. ممكن نحن نستقل هذا الموقع، أيضا في خاصية حلوة في الموقع ما علمتكم عنها نسيت. زين، لو افترضنا أن احنا حطينا هذه الصورة، هذه الصورة انواكلت معظمها صح ولا لا؟ نقدر نروح على إديت، زين، ونقول له ريستور، زين، ولا ريستور. الآن تقدرون تحددون اللي هو حجم هذه الدائرة اللي نقدر من خلالها نستعيد، من ثم نطلع له نوكل. ملاحظين؟ هل هذه الخاصية جيدة؟ ها؟ إيه. فبهالشكل نسويه ونستعيد الصورة. طبعا لو مثل الحين قلعتنا بسيط، نقدر ان احنا نزيل عن طريق اللي هو الإريز، نصغر الدائرة طبعا عشان ان احنا ما نتخطى الحد. هذا هو صعب ولا لا؟ نبي استخدمه في الايبود هي عادة عشان هذه بالقلم احساسها. أسهل بالقلم، جربة. عندك أنت عندك الحين إذن على الصور، تقدر تسوي اللي تبي. أنا بس أهم شيء يهمني أن أعلمكم النقاط الأساسية. مثلا هني يد الأخصائية نقدر إن إحنا نستعيدها. جميع دمارتها أنا ولا هذا عادي. ليش طالع صور؟
بس هي في حضارة الصورة ولا؟ رسم بارد. بس الراس كذي يعني ما ينفع البنت. انا لو تلاحظون اليد هذه استغليت هني، ملاحظين انت ولا ملاحظين؟ ولا ما يمكن ملاحظة؟ احسنت، لاحظت. ايوه ماشي، الجهاز دي بطيء. نسبة طيبة. النت صاير بطيء صح اليوم؟ يعني يمكن هو السبب. صورة واتساب تنبض على الدرايف، راح على درايف عليه، وراح على المشكلة التي تمت مشاركتها معك في الميل. الآن راح تلاحظ ما في ليك أو مجرد جديد اسمه صور مركز على التيك توك. الآن ادخل عليها وتشوف اللي هو المطلوب. جميل، يلا خلونا نبدأ شغل يا عيال، يا قصدي يا شو اسمه يا جماعة. زين، خلونا نبدأ شغل وخلونا نجرب. قالت أحمد أو قالت روان، لا راحتكم، شوفوا اللي تشوفونه من المسلم. زين، خلونا نبدأ شغل وننقل المحتوى ونجرب. طيب، صفحة البداية، هل راح نختار هذا رقم 14؟ 14 كويسة؟ خلاص خلنا نبدأ. اجا زين، بالنسبة حق صورة الريال بنحط صورة شو اسمه لبنانية ولا شنو؟ ولا نحط صورة يلا لبنانية اللي بنساعة، ولا ايش رأيكم؟ اي صورة نختار؟ هني عندنا صورة ريال في نوح الحسن. زين، احنا اي صورة راح نختار من صور المركز؟ أي واحدة؟ ممتاز، حلو، توافقون الرأي راهو؟ أحمد، رأيك؟ هذا كويس صراحة. يا ألا، خلونا نبدأ شغل. تفضل. شرد عامل، شرد عامل، عامل شرد. لا مهندس، هو مشكلة إنه خياط ولا معجب الشغل، هو خياط أصلا. أنا أبغى يصير خياط، ما يبغى يصير شو اسمه عامل نظافة، فجايبينه على تخصصه. راح حطينا الصورة. ما حطينا الصورة، حطها هنا ولا ممكن أحطها؟ يلا خلونا نوزع الموضوع. زين، اللي راح نسوي اللي هو الصفحة الرئيسية بيه. إيه ها؟ خلاص يا أحمد، بحط الصورة. أنت كمل الموضوع يا أحمد، حطها. زين، بس غريب انها ما جات هني، ولا جات عندكم؟ نعم. النت عندك ضعيف احمد؟ تصير دائرية ولا شو تصير الدائرية؟ كنا من تعديل الصور ترى احمد. الصورة إذا كانت محطوطة في قالب حق صور
تاخذ القالب على طول. اي في قالب، انت بس امسح الصورة، انا مسحتها مظبوط. هاي، بس حط الصورة الجديدة في القالب على طول تستوعب. اها قريب النت، النت عندك معلق يقول لي هيا غير الشبكة. لا هذا الحين بدا يتحرك، الحين مستوى الحين شاف القالب ترد. لا ما موجود اصلا القالب. طيب ما عليه، خلاص خلينا نسوي. اي والله صدق كلام صح. نشوف شوي، حرك الصورة اللي داخل. ايوه بس حركات زهرة صح، زهرة انت اللي حركتيها. ايه 23 ها؟ ايوه ممتاز حقيقة. ايه لا حلو حلو، نحط على اليمين الموضوع ونحط على اليسار الرقم صح بالصف. العنوان الرئيسي تبغاه شو اسمه من بعد اي خلينا نحذف الصفحات السابقة، ايش رأيكم؟ كلها حتى الأولى، ولا ناخذ النص الأولى بس؟ خلي النص أوديه لك يا زهراء. شوف النص روان، بس نقرأ المحتوى لحد نقل المحتوى على روان. أحمد أنت عليك اللي هو شو اسمه تنسيق شو اسمه المحتوى، يعني بتجيب روان اللي هو المحتوى تنقل له المحتوى أنت تنسق. إيه خلاص روان عرفنا. شوف ال... شوف هي ال... الكلمة زهراء جبتها لك. لا لا زهراء، انت زهراء هذه، احنا عليك انه هو بعد ما تجيب المحتوى روان انت تنسقه. من الشاطر اللي حذفت اللي هو الصفحات بسرعة ما شاء الله ما شاء الله عليك، يلا ممتاز. بس في عندنا صفحات للقالب نبغى نضيفها، وين هي القالب احمل انت صح؟ قالب هذه نفسه، نضيف كل صفحات. اللي مسات مع البداية صح؟ اي ايوه تون ايه ضيفهم عشان يكون شو اسمه، الغالب قاعد شلنا في أحمد قال تضيف انت قالب شو اسمه دوائر، لا نبقي هذه القالب روان الأخضر. اللي ضافت الغالب. آه روان، روان إضافة القالب. خلنا نشوف، أنا دخلت على نفس القالب الحين، خلي أضيف صدق في اختيار ألوان في القالب، هذا اللون مناسب الرصاص الأخضر حلو. شوف وين علامة الماركر فيها واضح منها وصغيرة. قصدك ال شو اسمها؟ أنا حاطه في الصفحة الأولى، خذ في الصفحة أخذت الأولى خلاته زهراء. أنا 14 بالصوت.
في عندنا أيضا اللي هو بس ما هو واضح هتصير لأن اللون الأزرق مع الأخضر حلو. لا أكيد. إذا نشوف الخلفية نغير لونها مرة واحدة ولا الخلفية كويسة ويا الشعار صح؟ إيه خلنا نجرب. مو واضح مرة ولا تحس غلط؟ إيه صح. ولو غيرنا الإشعاع حد الصورة مو بحلو. جربت نعم حلو أي جربت زي هنا زي كذا شنو اللون اللي قبل شوي احمد؟ هذا ايوه هذا الأزرق حلو كذا الازرق كذا هذا؟ راجع يبي شوي أفتح منه بشوي شنو احنا يا صفراء والله لا عشان أنا هو أزرق وأزرق كثير منه هذا مثلا نغير اخذ شوي لا روح كذا خلي أفتح بشوي زي كذا؟ كذا يبين لا لا خليك على اللون المساعد الأزرق والصف حلو بس ما فتحها شوي كذا ولا أفتح شوي كده زين كذا تمام ولا أحس كده زين بدي نغير الترتيب لأنه ما خذت القميص إيه كده نفس المركز نفسه كذا تمام أو نخلي زي ما نفس ألوان المركز لا شوفوا زي كذا أفضل زي كذا أفضل أنا قلت المحتوى يا زهر لا إيه بس فوقي أغير طبعا روح نقلتها اللي هو ال شلون؟ الفهرس في بقى يلا ممتاز وين الفهرس هي الصفحة اللي تشتغل عليها؟ سبعة ممتاز يكفون كم عددهم هم واجد شنهم صح؟ يكون عندنا فهرسين كذي يعطيك نوم تسعة سوي زحمة ولا؟ نسوي صفحتين حق الفهرس يا جماعة ايش رايكم؟ هم فرقين ان في فهرس في مواضيع النقاش يعني شو العناوين حق بعض المواضيع معلومات عنها الفهرس عن الصفحات وش اللي شو اسمه العنوان حق الرئيس هذا اعتقد انه سبب مواضيع النقاش لا مواضيع النقاش ما دخلنا فيها زي القاعدة عرفت؟ احنا ما عندنا احنا هني نمشي على اللي هي مثل في الدرايف عرفت احمد؟ اي اي هذا هذا هني تشوف الصفحة شوفوا يا اي هذا اللي شوف حاليا شلون؟ خليني اشوف صفحة 13 هذا أكبر صح؟ استوعبهم يلا جربه ما عندي مشكلة بس ما أدري بيكون في نقاط دي على شكل نقاط هي حلوة سبعة حيل حلوة ده. بس المشكلة إنها بيكون زحمة عليكم السلام والرحمة إحنا والله شكرا إيه إيه تفضل ما عندي مشكلة حاسس اني قاعد اخبص الدنيا حتى عشان يصير مقربة شوي الاصدار الاول نخليها ابيض ولا حلو كذي شنو ما تبين ابيض افضل صح؟ اقدر اتحكم في الدرجة من عندي في اللي يجيك زائد والوان تبي تسوي لك شوي لون ثاني من الصفر على كذا تحدد من درجة هذا انت اللي اخترته صح؟ ايه ولا دقيقة انا تذكرت شغلة اذا كذا افضل ولا؟
أحس كذا حلو. هذا اللي مشان أشوف قبل إذا صارت غير اللون مرة بعض وبطيء عندنا ربيع الأشجار. نسحب الطاولة على النقاش. لا نسحب الطاولة على النقاش. إيه لأني ما تضافته صح. يلا بس انت بعض الأجهزة تبع العصير أجل. يكفي كذي ولا تبغون في النص؟ خلي كذا. لا لا غيرته. هذا حلو سهل يعني. وياك انا بس انا حطيت لهم تغيرت اللون عادي. ابغى رايق الدراجة بس دقيقة. شوف ذا زين. حلو صراحة. اللي مخليه فوق وصار احلى من فوق من المركز ان اللونين سافرون عرفت الحبلتها بس في القالب نفسه. فهمت قلت من هنا تختار وتغيرها. اقصد نبي الحين انت حبيت اللون الاسود في الشارع. اخترتي انت اللون الاسود؟ هذا هذا هو اختاري ذا. بس مع درجة اللون تتغير. لا حتى هذا اذا ضغطتي على ذا تدش تحركينه ويسجل لك لون جديد ويستخدمه على طول. طبعاً أضيف زي الأطفال يتحركون أنيميشن بسيط ولا ما يحتاج؟ كيف أنيميشن؟ هو بيطلع بي دي إف يعني نفس بيطلع بي دي إف؟ بي دي إف مبادرة عبارة عن بي دي إف عندي حق الطباعة يطلع عن بي دي إف. الاصدار الاول ايش رايكم يكون ابيض ولا اي هو يبين اي وعندك يا روان هذيل لو تصقرين ايش رايك اسمه يصير اذا روان يعني لو تخلين الهاي اقل الهايت الارتفاع اي الان سويتي حلو ترى انهم يتلاصقون يا بعض البعض خلينا نشوف ناخذ رأي اللي هو أحمد ويا زهراء. إيش رأيكم يا أحمد ويا زهراء؟ بس وين؟ في صفحة 5 بهالشكل بتسوي الفهرسة روان بس إن هي تكون متلاصقة ويا بعضها البعض بحكم المساحة طبعا هي المفروض إنها تسوي نفس المساحة بس المساحة هي التحدي الموجود. اي هذا انا قلت بس ما ادري ايش رايكم انتم في الحركه اللي سوتها اذا ما يتقلل الارتفاع تمشي بس اذا يقل افضل تخلي بينهم مسافه خلي هي تضيف له النقاط كلها عشان نقدر بعدين نحن ايش رايكم؟ لان نظرياتي انا في الحياه اثبت العرش ثم نخش إن كان عندنا واحدة واحدة اثنتين ثلاث أربعة خمس ست سبع بقى اثنتين يعني لكن كبداية مرضي حقيقة أنا بس رأيكم أنا في البداية أشوف إنه مرضي القالب أيوة من هو اللي بيجيب هذا الشكل؟
دكتور شوف اليوم كيف؟ نبغى نخلص قبل بعدين وقبل. أنا بيعطينا تعليلات بسيطة يعني خلصنا. لأن انتبه ترى دائما العميل زين هذه معلومة حق ما بعد تخرجكم من هنا وتفوقكم في الدراسة إن شاء الله زين إن العميل زين ما يقدر يتنبأ بالشيء اللي أنت هتسويه ولا يعرف الخيارات الموجودة عندك، عرفت شلون؟ فما يقدر يملي عليك، ما يقدر يقول لك مثلا يا أحمد أنا أبيه يكون بهالشكل، أصلا ما يعرف الشكل ولا يعرف الخيارات المتاحة، فلا تخليه يفرض عليك كلامه، لأنه هو أصلا ما يعرف، عرفت قصدي؟ أنت تفرض عليه كلامك، فهمت قصدي؟ دائما خليك زي كذي. ولا بتضيع في البزنس. الو طيب الحين احمد زهراء شوي قصدي روان خلنا نتعاون اياها ابغيك تنقل لي المحتوى الله يعطيك العافيه اشوف انه صار حلو ولا ايش رايكم بعد ما ضافت اللي هو زهراء كلهم روان روان ضافتهم كلهم ما يحس انه زايد. طيب عندي نقطة أنا بالنسبة حق المسافة اللي بين اللي هو الحاف اللي على اليسار زين وبين ذيل اللي هو نقدر نقول هذه النقاط مثلا المقدمة ومفهوم ولا ايش زين لو تلاحظون في مسافة بين اللي هو النهاية وبين هذه النقاط ايش رأيكم ان احنا نقربهم نقدمها في المسافة؟ إيه تسحبهم إلى الحفرة إيش رأيكم هذا الفكرة جيدة ولا كيف؟ يقلل الأبيض من جهة الفارس نقلل الأبيض من جهة الفارس يعني نطوله شوي نطول أحمد أشوف هذه المفهوم المبادرة شوي في صارت مسافة بينه وبين المقدمة لو صحهم كنا مع بعض عليك إيه أحسن بس ما بكفي المساحة زي كذي يعني شايف مساحة شو اسمه روان روان لما لصقتهم في بعض خلت اللي هو قد بقد يا صاحبي الحين هل بيصير قد بقد وياك شفت شلون لازم تروح فوق ترفعها شوية فوق ترفعهم شوية فوق لصقهم في بعض ايوه الشكل احمد المشكله مش شرط التي تعالجها المبادره شو ارفعها لا لا احمد شوف النقطة هذه نفسها لازم تصير شوي فوق يم المقدمة مثلا في نص المقدمة شفت صح روان كذي كنت تسوي؟ شفت شلون؟ اي خليها انت مخصص مقاس الحدود لا لا تخليها مخصص ايوه دخل واحد النص ايوه بالضبط عشان يكفي الأفضل إنك تحددهم كلهم يا بعض بس مو بحين ده خلاص طبعا طيب خلونا نشوف زهرة الحين قاعدة تنقلي المحتوى ولا خلصت الصفحة الأولى؟ خلصتها بس بيصير في فرق بين الألوان بس لازم مع الألوان بعد شوي إذا خلصنا المحتوى ونقلناه كله نشتغل على الألوان إن إحنا ناخذ الكود مالها ونحطه في الصفحات البقية، إيش رأيكم؟
راح اشوف اللي هو المبادرة، اشوف النقاط الموجودة، هل في نقطة زين. احنا راح نقسمهم زي كلهم، راح يصيرون كل واحدة صفحة، يعني مقدمة صفحة، مفهوم المبادرة صفحة، نوع المبادرة علاجية، لا ويا المفهوم مثلا زين. عندك الأهداف، شوف هنا أهداف المبادرة مثلا راح تكون على شكل نقاط. عندك سمات المبادرة عندنا على شكل نقاط، ملاحظها أنت ولا ملاحظها يعني؟ اي، فانت شوف اللي هو الصفحه المناسبه حق هذا الامر نفسه، عرفت قصدي؟ ايضا حاليا لا تراعي الترتيب، الترتيب بعدين خله زين. حاليا احنا بس نبغى ننقل المحتوى عشان ان احنا نقدر ان احنا او يكون عندنا تصور معين نقدر ننطلق من خلاله، واضح؟ زهراء، ايش رايك الصفحة الأولى يكون فيها اللي هو معلومات الجوال والموقع، ولا ما يناسب؟ بطل في الزاوية فوق مثلا جربه، شلون روان؟ كل الصفحات حاطين معلومات التواصل والوضع. هذا وين أي قالب اللي في اللي في الجروب؟ لا في الجروب ما حطينا. اي، هني محطوط في الفوتر، احنا ما دي بس عشان لكم يعني، عرفتها؟ دي ما راح يتم نشرها اصلا، عرفتها؟ اللي راح يتم نشره هو اللي راح نسويه احنا، واضح؟ فما ما هو بمشكلة انه يكون في كل الصفحات، او يكون في الصفحة الاولى والاخيرة مثلا، او يكون في الصفحة الاخيرة، عرفتها؟ احنا يهمنا اللي هو تنسيقكم، يعني لازم ان احنا يكون عندنا افكار زين، مو بنفس الفكرة هذا بس مسودة يعتبر، واضح؟ فما نقدر نمشي على المسودة. خلينا نشوف زهراء اسمه سوات، خلينا يعيد زهراء ولا الايميل موجود تحت ترى في الزاوية اليمين، لا بس في الموقع احس لونها الا اذا بتحط الرقم بس، ما تحط صح؟ لا ما ما يحس تحط، زحمة. زحمة زحمة فعلا. لا لا يعيب صح. ممكن نكتبها صح، اصبر اصبر، بس ما ادري وين نحطها في ممكن بالزاوية ولا ايش؟ حتى فكرة الأولى لتأهيل الطفل ذكي، نقدر نحطها في الزاوية. شو أجرب؟ ضيف ناس وضيف في اللي هو 24 عليه ولا هو أفضل؟ نمشيها على ثلاثة حق المقدمة. يمكن هذه تنفع حق المقدمة والمبادرة. وين صفحة كم من تسعة الأول؟ خلي يجيهم. بس ما عندي والله، شو تشوف انت؟
هذا يا شيخ 14 نوع نحط فيه نوع المبادرة. اها بس ما رجع حركات غريبة، يلا خلينا نشوف نجرب. ما رجع شيء حروف منه متقطعة. لا. أنا بس هذه الصفحة. هي المسألة. يلا ممتاز. خلينا نشوف النتائج إن شاء الله تكون رائعة. شوفوا الصفحة الأولى زينة. خليت لك كويسة. حسيت إذا خليت الموقع تحت، رابط الموقع تحت، وجهتك الإحتياح يطفى فوق ما بحلو. بس كده زين. لو هم بيطبعوهم بيطبعوهم بالعرض ولا بالطول؟ هي إذا بالطول لازم نغير حتى تسمي الشرايح عندنا. لا في أكثر من طريقة إنك جسم السجاق ينعرض على مكان مطبع. في وقت سنة تحت على السجاق المختارينهم يصير كأنه صفحة زي كذا كأنه مطبع. سحبتوا على الفهرس. مين بيسوي؟ سوي أنا. بس شفيت بس. لا
شوفها وسمعت من بعدها. كم؟ تغيرت تصميم. حلو. بس عاد يعني فجأة غير تصميم؟ لا ما تغير نفس القالب. اي فاهمة، بس يعني عاد نخلي نفس الطريقة. احنا نغير زي القالب يعني، ولا نخلي نفس البوكة في مخبر كذا؟ لا عادي نفس. دقيقة، الحين تعبين روحنا على الألوان، هم يتبعونا بحواسهم ولا ما هو؟ الحين السرقة تختلف من الألوان اللي تطبع أصلاً. والله إني خوفي، إذا قطعنا نحن في جدار مصبوغ ومكيف كان يبرد هاللمبة اللي حولنا، يبين علينا إن إحنا توابل بسبب البيضاء السوداء. من
كذا اعتقد احسن شوي من نص على الارض لونها حليب يعني ابيض. انا صفى عشان المقدمه خلصها. أنا أعتقد 12 يمديني أحط المقدمة والمفهوم مع شو اسمه النوع من الغدارة كلهم في 12 تكون أفضل. أنا أجرب أشوف. ما ادري شوف ال صح هذا الوقت نوع المبادرة واحدة أو نوع المبادرة واحدة في المبادرة واحدة أحسن نعم لأنه متراحة نوع المبادرة
وأهداف الماء أو مع مدار وأهداف المباشرة.